عمليات الأصايل والمهجنات الأصايل وشوطين آخرين للقعدان محلياتها ومهجناتها الأصايل. نستكمل برنامجنا وأشواطنا الاثنى عشر من خلال انطلاقة أول أشواط الجولة الثانية، شوطنا الخامس في مجموع هذه الأشواط من مسافة 8 كيلومترات. يأتي هذا الشوط أيضا على أرضية ميدان المرموم وعبر مسافة 8 كيلومترات وحاملا ثاني انطلاق للمحليات الأصايل من ثنايا أبكار أبناء القبائل. نقبل على نقطع الكيلومتر الأول منذ لحظات الانطلاق ومن مسافة هذا الشوط 8 ونتجه مباشرة لإعلان المراكز الأولى والبداية مع الطيارة للسيد مطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي في مقدمة هذا الشوط. وهناك من جاءت بسرعة وانطلقت إلى مقدمة الشوط اللي هي بنت صغان للسيد عبيد بن نمعة بن عبيد بن دبيلة الفلاسي اللي غيرت مجريات الأمور واحتلت صدارة هذا الشوط كما هو واضح أمامكم على كادرنا الأعلى من الشاشة وعبر الهواء مباشرة. المركز الثاني اللي هي الطيارة مطر بن محمد بن ضبيعة الاشتبي، وفي المركز الثالث دور الكاسبية لعبد الله بن ضاحي العميمي. النقلة الأخرى على المركز الرابع نرى مصيحة لسيد خلفان بن راشد بن حضيرم الاشتبي، وفي خامس المراكز تأتي جبارة للسيد سالم بن راشد بن دغيش الاجتبي ايضا. وفي المركز السادس حاملة رقم 10 اسمها الغزيلة واسم المرموم ترى بعينها خط النهاية، اتجاهها سليم بعد الكيلومترين مباشرة الى منصة تحفة الميادين. من ستترقب وتنتظر اسماءها المتوجون؟ يا سلام. لكن السيد عبيد بن نمعة بن دبيلة، مشاهدين الكرام، هناك تحرك من قبل الطيارة مطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي. المركز الثالث اللي تحتل مياس مسري بن حمد بن مسري بالعرطي، هاجمة 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 مياس، سلالة مياس، يا سلام، سلالة محبوبة عندك يا ابو حمد. كيف يوم انها يعني تكون في هذا المستوى من السبق؟ 1200، يا سلام، خلاص موعد 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 التصرفات المباشرة واللحاق بالنفس وبهمة الهجن. نتابع المركز الرابع، قدوم من هملولة او الهملولة سيد سالم بن سهيل بن راشد الحميري، يا سلام، كيلومتر واحد، اربعة من عزلات في المقدمة، يبدأ بالتجمع لكنهم من عزلات عن بقية المشاركات. مشاهدين الاعزاء، يا سلام يا سلام، بنت صوغان بدأ الهجوم، بدأ الضغط والهجوم. مياسة مسري بن حمد بن مسري يقود الشوط، مسري، يا سلام يا ابو حمد، يا سلام يا سلام يا سلام. لكن من هناك هملولة سالم بن سهيل بن راشد الحميري بدأ ايضا يرفع راية التهديد، معركة بين مياسة وبين هملولة من اقوى السلالات على ارضية ميدان المرموم، من اسبقها واسرعها واشهرها واحبها لقلوب العشاق. يا سلام، مياسة صامدة، هملولة في المركز الثاني، الخطر يكمل من هملولة، لكن مياسة مسيطرة مصرة على موقعها. للسيد مسري بن حمد حمد او السيد مسري بن حمد بن مسري بالعرطي، يا سلام يا سلام، تهانينا يا ابو مسري، يا ابو حمد، تهانينا يا مسري، وتهانينا لابو حمد مسري بن سالم بالعرطي ايضا، تهانينا. الخبره تنفع في بعض المواقف وفي اهم المواقف، وهذه النتيجه، ما شاء الله، تهانينا والناموس. وسلام يا اخواننا في المرموم، سلام وتحيه واحترام مع هذه السلاله، هذا الشعار، هذا الاسم، مسري بن حمد بن مسري بالعرطي. وهذا وصول مياسة الى خط النهاية، معلنة الفوز بثاني اشواط الابكار المحليات الاصايل، خامس اشواطنا. المركز الثاني هملولة سالم سهيل بن راشد الحميري، المركز الثالث الطيارة مطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، المركز الرابع
بنت صغال سيد عبيد بن يمعة بن عبيد بن دبيله. المركز الخامس جبارة سالم بن راشد بن دغيش الاجتبي. التوقيت، بنعود الى التوقيت. هذه مياسة مشاهدينا الكرام قطعت 8 كيلومترات بفترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 57 ثانية بثمانية اجزاء اضافية للثواني. تهانينا للسيد مسري بن حمد بن مسري بالعرطي الحميري، تهانينا وسلام يا المرموم، سلام هنا تحفة ميادين السباق ومنطقة المرموم. 12 دقيقة 59 الثانية، جزئين من الثانية، هذه كانت هي هملولة لسيد سالم سهيل بن راشد الحميري، تهانينا والناموس. المركز الثالث الطيارة تقطع 8 كيلومترات بفترة زمنية مقدار 13 دقيقة 5 ثواني 4 أجزاء من الثانية. التهاني نزفها أيضا لسيد مطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، تهانينا والناموس.